نيران المواجهات تشتد في منطقة الملاح ومزارعها شمالي مدينة حلب بين الثوار وقوات النظام التي شنت هجوما قبل أيام وأحكمت السيطرة على المزارع الشمالية ذات الموقع الاستراتيجي تحت غطاء جوي روسي عنيف وقصف مكثف بالمدفعية الثقيلة بهدف الوصول إلى طريق الكاستيلو وهو الطريق الوحيد لإمداد مدينة حلب الذي بات تحت مرمى نيران ميليشيات النظام. بدأت المعركة بتمهيد نيراني كثيف بالأسلحة الثقيلة باتجاه نقاط تمركز قوات النظام في هجوم معاكس للثوار في غرفة عمليات فتح حلب، تمكنوا من خلالها بعد ساعات قليلة من استعادة مزارع الأسامات شرقي الملاح وقرية عرب سلوم، وتمكنوا من قتل 50 عنصرا من قوات النظام والميليشيات الشيعية المساندة له. كما تمكن الثوار من تدمير دبابة وثلاث مدافع ثقيلة وقاعدتي كورنيت ومستودعات للأسلحة في حندرات والملاح واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. الله أكبر! هذه المعارك جاءت بالتزامن مع قصف مكثف من الطيران السوري والروسي بالقنابل العنقودية والفوسفورية على منطقة العمليات، فضلا عن مئات القذائف المدفعية. معارك الثوار التي ربما لن تتوقف حتى يحكموا سيطرتهم الكاملة على قرية حندرات كما يقولون، والتي تعتبر من أكثر النقاط أهمية بالنسبة لهم في ريف حلب الشمالي لتأمين طريق إمدادهم وإبعاد الحصار عن مدينتهم. باسل أبو حمزة، حلب اليوم.